وقصص الشباب المبدعين عندنا ما تنتهي أبدا. هذه المرة مع قصة الشاب بدر الشراري الذي استطاع تجاوز التحديات والصعوبات ليظفر بلقب الفارس الدولي ويصبح أول كفيف سعودي يحصل على هذا اللقب وأول من يحصل على البطاقة الدولية للفروسية، كما حصل على كأس الفروسية والميدالية الذهبية في مسابقات الخيل، وفاز أيضا الشراري بالمركز الأول على المتسابقين المبصرين في سباق قفز الحواجز 40 إلى 60 متر مع الاتحاد السعودي. القصة في تقرير وسنتابع. نفسهم فيها، رفعوا جودة الحياة، هذا اللي نحن نفته. نبغى نشيل الصورة النمطية عن الناس إن الشخص ذوي إعاقة مسكين حرام ما يقدر، لا هو يقدر، ولا نقبل منه أقل من الامتياز أو الجودة العالية. أي عمل نعطيه لازم نطلب منه الامتياز، ما نوظف، حتى التوظيف لما نوظف ما نوظفه بأنه مسكين معاق، لا، نوظفه كشخص في إعاقة ولكن يقدر يعمل. وبالفعل أثبتوا جدارتهم، وظفنا عدد لا بأس به، ودربنا عدد لا بأس به، وبينوا جدارتهم. من إنجازاتنا عن طريق الجمعية الحمد لله، يعني حصلت أنا على تشجيع منهم ودخلت الفروسية، والحمد لله والشكر لا أزلت أتدرب إلى الآن، وحصلت على إنجازين، كأس الفروسية والميدالية الذهبية، بالإضافة إلى درع التخرج لدورة الفروسية. أنا أول كفيف سعودي يحصل على بطاقة دولية للفروسية، وأصبحت أول سعودي كفيف يحصل على لقب الفارس الدولي. آخر مسابقة شاركت فيها سباق قفز حواجز 40-60، وتجربة جديدة من الاتحاد السعودي أني نافست أخواني المبصرين وفزت عليهم في المركز الأول. هذا الجهاز اسمه بريرسنز بولاريس، نظام أندرويد، جهاز برايل طبعا. الجهاز هذا ما شاء الله تبارك الله، يعني استخدمه عن طريق الانترنت، انا انزل كتب، لان هذه الشاشه برايل حق المكوفين. هذا الجهاز بالنسبه لهم هذا يساعدهم، يعني اي شخص ذوي اعاقه بصريه ما يملكه هذا كارثه، لانه حيوقف امكانياته، حيحد من امكانياته. هذا اللي احنا في الجمعيه نحاول نساعد نامنه عشان نعطيه لاشخاص ذوي اعاقه. الله عليك يا بدر، أنت فعلا يعني قصة تحدي ونجاح تستحق التأمل، ونرفع لك القبة لأنك بتعلمنا أن في هذه الحياة لا يوجد مستحيل أبدا. يعطيك ألف عافية، وتستاهل أكيد كل هذه الإنجازات.